التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية يجب النظر في موارد تمويلية غير تقليدية، فضلا عن حل أزمة الديون المتراكمة على الدول الإفريقية. وخلال كلمته أثناء تسلمه رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي النباد، استعرض الرئيس السيسي أولويات الرئاسة المصرية للجنة، حيث أكد أنه سيتم العمل على تكثيف حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، فضلا عن التركيز على محور التحول الصناعي والإسراع من تحقيق المستهدف من اتفاقية التجارة الحرة القارية، مشيرا إلى أن مصر على أتم استعداد لمشاركة خبرات شركاتها. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي موسيس كوريا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا، الذي سلم رسالة خطية من الرئيس الكيني ويليام روتو تضمنت الإشادة بتميز العلاقات الثنائية والإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيمها على جميع الأصعدة. الرسالة تضمنت أيضا طلب تقديم مصر دعمها للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة، الكوميسا وشرق إفريقيا وجنوب إفريقيا. هذا وأكد الرئيس السيسي على التطلع المتبادل لتدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون المشترك، مشددا على الدعم الكامل لمسعى الرئيس الكيني فيما يتعلق بجهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الثلاثية. أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماع في باريس عن توافق البلدين على المساهمة في السلام في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي. وناقش ماكرون مع وانغ يي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على الدول الأكثر هشاشة، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي والقدرة على التمويل. أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا في نهاية مارس المقبل نصف كتيبة دبابات ليوبارد 2، أي نحو 15 مدرعة. وكانت ألمانيا قد تعهدت ودول غربية أخرى في نهاية يناير الماضي بمنح أوكرانيا نحو 30 دبابة من طراز ليوبارد 2 لمساعدة كييف في التصدي للعملية العسكرية الروسية. انتقد نائب المستشار الألماني روبرت هابيك سويسرا لرفضها تزويد ذخيرة لمدافع جيبارد الألمانية الصنعة المضادة للطائرات والتي تستخدمها أوكرانيا لصد العملية العسكرية الروسية. وخلال تصريحات صحفية قال هابيك إن بعض الدول ما زالت تمتلك ذخائر لكنها مترددة في تزويد أوكرانيا بها لأسباب تاريخية على حد قوله. قال المعهد الدولي للدراسة الاستراتيجية في لندن إن روسيا فقدت نحو نصف أفضل دباباتها منذ العملية العسكرية على أوكرانيا وتكافح لتعويضها، بينما تستعد كييف لاستلام دبابات حديثة من الغرب. وأضاف معهد الدراسات الاستراتيجية أن معدلات خسارة بعض فئات الدبابات الروسية الأكثر حداثة تصل إلى 50%، مما أجبر موسكو على الاعتماد على نماذج أقدم تعود للحقبة السوفيتية، مشيرا إلى أن روسيا حافظت على سلامة قواتها الجوية إلى حد بعيد وقد تنشرها بشكل أكثر فعالية في المرحلة التالية من العملية العسكرية. وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من الدوري الإنجليزي. بهذا الانتصار ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، وهو نفس رصيد أرسنال الذي تراجع إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن السيتي. انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.